You cannot go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. بس إن شاء الله نرجع ونكمل الشرح بعد انقطاع طويل طبعا أكيد بسبب الامتحانات. بس إن شاء الله نرجع مو بالترتيب، راح نشرح هسه الرفراكتوري انجينا. زين، احنا بالكورونري ارتري ديزيز مثل ما حكينا عندنا مالتيبل اوبشنز، حكينا عندنا ميديكال ثيرابي، عندنا اللايف ستايل موديفيكيشن اللي هي الدايت والاكسرسايز والويت ريدكشن حتى نقلل السيمتومز وتريد ذا ديزيز. ومثل ما حكينا ايش عندنا هسه هاي ميديكال ولايف ستايل، واخذنا البي سي اي والكبج اللي هي شنو القسطره والكورونري ارتري باي باس جرافت، كل هاي حكيناها. هسه راح ناخذ الالتيرناتيف الريفراكتوري اللي ما تستجيب. الريفراكتوري هي نوع من انواع الانجينا ما تستجيب للثيرابي مالتنا الاعتياديه الميديكال، اعطيناه فالشخص عنده انجينا اعطيناه الاوبتيمال ميديكال ثيرابي الاعتياديه مالتنا النايتريتس والبيتا بلوكر والكالسيوم شانل بلوكر، مثلا سوينا له قسطره سوينا له كبج بس ما استجاب او ما كان اصلا ما كنت اقدر عنده مشكله ما يستجيب لهاي الادويه او ما اقدر اسوي له بي سي اي او كبج، فراح تصير بهالحاله الحاله يسموها ريفراكتوري، فاضطر ادور على الترناتيف. زين هسه نشوف شنو هاي كرفيو. احنا البيتا بلوكر اخذنا تقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي، مو اخذنا البيتا بلوكر تقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي، وبالتالي الاكسجين ديماند مال الهارت احتياجه للاكسجين يقل اللود عليه فيقل الاكسجين ديماند. كالسيوم شانل بلوكر نفس الشيء، هم تقلل الهارت ريت والكونتراكتيليتي، وبنفس الوقت الكالسيوم شانل بلوكر توسع لك الفيزل، توسع لك الكورونري ارتري مثل ارتريال فازو دايليتر، وبالتالي تحسن السبلاي. النايتريت اخذناها هي هم هي فينو هم هي ارتريال دايليتر، توسع الفينز مثل ما قلنا، ومن وسعة الفينز يعني خلت الفين تحتفظ بالبلد، قللت الفينس ريتيرن للهارت، وبالتالي من قلل الفينس ريتيرن للهارت اللود على الهارت يقل ما يحتاج يتعب هواي هذا. وارتريال فازو دايليتر هي توسع الكورونري ايضا النايتريت، وبالتالي تحسن السبلاي للهارت. هاي كلها جينا انتي بليتلت ايجنت اللي تقلل البليتلت اجريجيشن، وبالتالي تقلل الثرومبوس فورميشن وغيره. الاي سي اي والعرب اخذناهن، الانجيوتنسين كونفرتينج انزيم انهبيتر والانجيوتنسين ريسبتر بلوكر، هاي تمنع هم تخفض الضغط. هاي اي سي ان عرب هي انتي هايبرتنسيف، ومن تخفض الضغط اكيد هي راح شنو تقلل لك الريسك اوف شنو اكيوت كورونري سيندروم وغيرها، ومن تخفض الضغط تقلل الافتر لود زين اللي على الهارت، وبالتالي هم يعني راح شنو تحسن من الفانكشن امبروف اندوثيليال فانكشن، وإلها هم يعني مرات إلها حتى انتي انفلاماتوري افكت. هاي كل احنا حاجي. والستاتينز، ستاتين اللي هي تخفض لك مستوى الكوليسترول، من تخفض الكوليسترول تمنع يعني تقلل من الاثيروسكلروسيس يعني، وبالتالي تحسن الاندوثيليال فانكشن يعني الليبيد بعد ما تتجمع الاندوثيليوم، وإلها حتى انتي انفلاماتوري افكت اللي هي ليبيد لورينج ايجنت الستاتين. هذا الريفيو اللي احنا حكينا، هاي الكونفنشنال ثيرابي مالتنا، هي هاي الثيرابي الاعتيادي. يعني شخص عنده يعني كورونري هارت ديزيز شي افكر اعطي بيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر نايتريت انتي بليتلت اي سي اي وستاتين. زين اذا هو ما جاي يتحسن نبدي هسه ندخل بالريفراكتوري انجينا. قبل طبعا احنا من ننطي ذني الدراجز وما تحسن نلجا الى القسطره و الكبج، ما تحسن لازم ندور على الالترناتيف. اذا ما تحسن على الميديكال اوبتيمال ميديكال ثيرابي ولا البي سي اي والكبج، او انه اصلا ما اقدر انا اسوي له بي سي اي او كبج لاي سبب، هسه راح نعرف ليش ما اقدر اسوي له بي سي اي او كبج، فالجئ الى ادخل بالريفراكتوري انجينا ولازم ادور على الالترناتيف. كرونيك اسكيميك هارت ديزيز، احنا ماني بيشنت هاف ريليتيف انتولرنسز to maximum doses of traditional anti-angional agents beta blocker calcium channel and nitrate. اكو patients
من انطي ماكسيمم دوز اوف بيتا بلوكر كالسيوم شانل نايتريت اللي هي الثيرابي الاعتياديه مالتنا هو انتولرنت ما يتحملها عند سايد افكت عند كونترا انديكيشن للبيتا بلوكر او كالسيوم. فهذا انا لازم الجئ الى الترناتيف. اذا هسه احنا كل هاي المحاضره تحكي عن الالترناتيف ابروتش لذول البيشنت اللي هو مثلا ما يتحمل الماكسيمال دوز مال البيتا بلوكر كالسيوم شانل او نايتريت وعنده continue to experience myocardial ischemia مستمرة عند الإسكيميا مستمر عند chest pain وما جاي يقدر أسوي له relief. Beta blocker and many have similar depressive hemodynamic and electrophysiological effect. احنا قلنا beta blocker calcium channel كل هيش تسوي يعني تقلل heart rate وتقلل contractility. اكو بعض البيشنت اذا قللت الهارت ريت والكونتراكتاليتي عنده كونترا انديكيشن عنده سيفير هارت فيلر وما يستجيب وبالتالي شنو لازم الجئ الى الترناتيف. احنا عندنا الريكرنت انجاينا افتر بي سي اي اكو بيشنت سويت له بي سي اي يعني قسطره وبس رجعت ريكرنت يعني هذا نسبته 15 الى 20% بالتو ييرز اعتقد هي حتى مو يعني اي بالتو ييرز او هاي هاي البي سي اي. الكبج 10% ورا سنه. ف طبعا ذن النسب احنا صححناها بذيك المحاضره بس تعتمدوا على المكتوب يعني هي صح بالمصدر شويه تختلف النسب بس نعتمد على الموجود. يعني يقول لك اكو نسبه ريكرنت سواء بالبي سي اي القسطره او الكبج كورونري ارتري باي باس زين ويحتاج ريبيت ريفاسكولاريزيشن يعني يسوي له قسطره بس بعده يحتاج ريفاسكولاريزيشن مثلا هذا 10 الى 20% وهذا 25%. هاي النسب يعني كل الفكره انه اكو نسبه ريكرنت واحتاج لريفاسكولاريزيشن. زين هل كل البيشنت هم فيت فور ريفاسكولاريزيشن؟ هل كل البيشنت هو اصلا فيت انه يسوي له بي سي اي اور كبج؟ مو كل البيشنت، اكو اشخاص ما اقدر اسوي له قسطره ولا كبج لان عنده كونترا انديكيشن وهسه راح نعرف ليش عنده كونترا انديكيشن وما اقدر اسوي له ريفاسكولاريزيشن فلازم الجئ الى الترناتيف. ذا ماكنيتود اوف ذا زين ايش قد من ناس عندهم هاي الريفراكتوري انجينا؟ A significant number of patients 5 الى 21% من البيشنت with ischemic are not optimal candidate for revascularization or receive incomplete revascularization. يعني نسبة 5 إلى 21% نسبة كبيرة من دول اللي عندهم ischemic heart disease هو ما تصلح للعملية ما تصلح للا PCI ولا الكبج أو أسوي له عملية بس يحتاج مو قلنا أكو recurrent. فهذا شنو لازم ألجأ إلى alternative. Many of them have residual angina congestive heart failure symptom despite maximum medical therapy thus an alternative is needed. أنطي ماكسيمم ثيرابي وبعده عنده chest pain أو intolerance عنده لهاي عنده side effects severe ومأثرة على حياته فلازم alternative. فهي هاي refractory angina the presence of severe angina يعني عنده severe chest pain وعنده objective evidence of ischemia يعني severe angina من نقول severe angina severe chest pain هذا يسموه subjective evidence يعني هو يحس به المريض يحس بpain بس لازم مو بس يحس بين لازم اكو objective evidence يعني احنا نسوي confirmation. شلون نسوي له treadmill test ونلقى مثلا ST depression or T inversion بالECG stress imaging studies or coronary physiological studies and failure to relieve symptoms with conventional medical and even with revascularization. يعني هسه هذا بالrefractory اول شيء لازم عنده severe chest pain severe angina راح نعرفها لازم تكون class 3 or class 4 يعني severe chest pain مو أي chest pain severe angina يعني class 3 or class 4 stable angina. هذا فت subjective evidence هو يحس بالألم نسميه subjective إحساسه هو. الobjective اللي إحنا نتأكد منه اللي هو treadmill test سوي له exercise test و ECG نلقي ST depression T inversion أو stress imaging اللي هي ذني اللي هي imaging studies مثلا الإيكو سوي له إيكو stress إيكو يعني نشوف ايكو ونشوف من نسوي له ستريس سواء اكسرسايز او الدراج مرات اكون نطي دراجز حتى نشوف نطي دراجز تحفز الهارت ونشوفها بالايكو اذا فد اكو سيجمنت بيها اسكيميا
تبين يعني سواء اكو ايفيدنس لهاي الاسكيما سواء بالاي سي جي او الايكو زين يعني اكو ايفيدنس اوف اسكيما بالايكو بالاي سي جي وهو يحس سبجكتيف ايفيدنس وفيلر تو ريليف ذا سيمبتومز وذ كونفنشنال ميديكال ثيرابي طينا بيتا بلوكر كالسيوم نايتريت وما فاده طينا ماكسيمم دوز وما فاده وبنفس الوقت هو نوت فيت او مدى حتى الريفاسكولاريزيشن تكنيك يعني البي سي اي والكبج ما اشتغل عليه اذن هذا ريفراكتيتوري patient with refractory have either marked limitation of ordinary physical or unable to perform any order without discomfort يعني class 3 or class 4 اذا تذكرون class 3 طبعا شرط refractory angina هي stable chronic stable angina مو unstable refractory هي stable angina يعني اكو fixed stenosis هذا اكو fixed stenosis بالفيزل بس هذا سيفير وصل لي لكلاس 3 اكو ماركت ليميتيشن بالفيزيكال ما يقدر يسوي اي فيزيكال اكتيفيتي ايفن اترست يعني ما يقدر يسوي اي فيزيكال اكتيفيتي الا هو يحس بالم باي فيزيكال اكتيفيتي ايفن اترست يعني كلاس 3 او كلاس 4 اذا هاي شروط الريفراكتيتوري بيريودك اسسمنت از مانديتوري اند ذا بيشنت مي بي امينابل فور ريفاسكولاريزيشن ات اني تايم لازم اسوي له periodic assessment في بعض الاحيان هذا احنا قلنا ابو الريفراكتيتوري ما اقدر اسوي له PCI or كبج بس مرات ما اقدر اسويها لفتره معينه هاي الفتره اكو فت كونترا انديكيشن ورا فتره ممكن يرجع يصير امينابل يعني اقدر اسوي له PCI or كبج ابو الريفراكتيتوري انجاني شخص عنده سيفير انجاني هاي الكرايتيريا كلاس 3 or كلاس 4 وشرط شو تكون chronic stable انجينا كرونيك ستيبل انجينا او كرونيك سي سي اس يعني كرونيك كورونري سيندروم اللي هي الستيبل انجينا كلاس 3 او كلاس 4 وصال لها اكثر من 3 اشهر ولازم تكون كورونري ارتري ديزيز يعني شنو كورونري ارتري ديزيز يعني باللارج فيزل بالكورونري ارتري نفسه اكو اوكلوجن باللارج فيزل بالكورونري ارتري اكو اوكلوجن مو بالسمول فيزلز لان مرات اكو سمول فيزلز ما اعتبرها ريفراكتيتوري اذا بالسمول فيزلز مرات اكو سمول فيزل ديزيز الانترا مايوكارديال فيزلز ديتش الانترا مايوكارديال فيزلز ما اعتبرها ريفراكتيتوري ريفراكتيتوري تكون كورونري ارتري يعني باللارج فيزل واكو اوبجكتيف ايفيدنس اوف ريفرسبل اسكيميا احنا قلنا شو نسوي له تريد مول تيست و شنو تريد مول تيست و ايكو ونلقى اكو ايفيدنس مثلا اكو اس تي ديبريشن تي انفرجن يعني متاكدين انه هو اكو اسكيمي وش تكون ريفرسبل لذلك احنا قلنا يا هي ستيبل انجينا مو ام اي لا ستيبل كرونيك ستيبل انجينا ريفرسبل يعني وهو ماخذ ميديكال واوبتيمال اوبتيمم ماخذ ماكسيمم ميديكال ثيرابي بس ما يفيد بي ونوت سوتابل فور بي سي اي اور كيبج حتى يكون refractory ما أقدر أسويه إذا هو أقدر أسويه لPCI والكبج ما أسميه refractory لا أجرب الPCI والكبج إذا ما استفاد على الPCI والكبج راح أسميه refractory يعني واضح شخص عنده stable angina severe class 3 or class 4 ما أخذ optimum therapy maximum بس بده ما يستفاد عليها أو عنده side effect منها وما يتحملها ما أقدر أسوي لPCI أو الكبج أو سويت لPCI والكبج بس ما استفاد ولازم الدوريشن صالها اكثر من 3 اشهر لازم باللارج فيزل كورونري ارتري واكو ايفيدنس اوف اسكيميا مو بس هو يحس بالبين لازم احنا نتاكد من انه فعلا اكو اسكيميا سواء بالتريد مول تيست او غيره زين ليش هو ان ابروبريت ليش ممكن المريض ما اقدر اسوي له بي سي اي او كبج مرات الستينوسز حسب هواي عوامل اللوكيشن اوف ستينوسز مثلا الستينوسز اللي موجود الاوبستراكشن هذا الموجود افد مكان ما اقدر ادخله بالكاثيتر مثلا جرافت ستينوسيس انا سويت له كبج سويت له سابقا كبج يعني جرافت وهذا الجرافت هو اللي نسد هذا ممكن انا ما اقدر ادخله جرافت مثلا ما اقدر ادخله بكاثيتر جرافت ستينوسيس فهذا شلون ما اقدر اصحح او في الديستال ستينوسيس في الديستينوسيس كلش داخل الهارت ما اقدر اوصل له انترا يعني كلش ديستالي ما يوصل للكاثيتر
او اكو ملتيبل ستينوزز، مثلا اللاد مضروب والليفت سيركمفلكس مضروب والرايت كورونري، زين دول شلون كلهم اسوي لهم كاثيترايزيشن متفيد. اذا ملتيبل ستينوزز، الستينوزز افيد مكان بالجرافت فما اقدر، او ديستال بمنطقه بعيده، او كومبينيشن potential risk of damaging pre-existing. أنا مسوي له graft سابقاً، فهاي البروسيجر ممكن تسوي دامج لهذا الجرافت وبالتالي يعني تزيد الحالة سوءاً فما أقدر. A combination قلنا مرات، أو patient هو unfit for surgery، ما تصلح للعملية، عنده comorbidity، عنده bleeding tendency، عنده هو elderly، عنده severe heart failure، عنده مثلاً يعني في other contraindications. إذن high risk patient with regard to both CABG and PCI due to comorbidities, old age and coronary anatomy unsuitable. مرات الكورونري artery هو بمشاكل، الكورونري artery هو مثلا بي congenital anomaly مرات، أو هو يعني unsuitable إنه مرات إذا بس تدخل بكاثيتر مثلا يصير له dissection أو rupture أو ما يصلح للكاثيتر. في بعض الأحيان ما عنده جرافت، الشخص ما عنده، إحنا مين نأخذ الجرافت؟ radial artery مثلاً، cavernous vein مو radial artery، internal mammary artery. زين إذا هو مثلاً هذني به المشكلة ما أقدر. مرات أكو أشخاص عنده congenital absence of radial artery، أو أصلاً أنا استخدمته، مسوي له سابقاً كبج، استخدمت الراديال، استخدمت cavernous مثلاً والinternal mammary، فما عندي بعداني ما عندي جرافت، lack of graft. Unsuitable anatomy. قلنا الأناتومي مالته بي congenital anomaly. Diffuse sclerotic changes. الفيزل كله مضروب. شو صلح منه؟ Impaired left ventricular. Left ventricular function impaired. ممكن ما يتصلح. اللي هم أصلاً سابقاً أنا مسويه. فذولا unsuitable فلازم alternative. شنو هي alternative options؟ هسا عندي pharmacological. وعندي نون فارماكولوجيك. فارماكولوجيك راح نشوف عندنا رانولازين، ترايميتازيدين، نيكورانديل، ايفابرانديل، فازوديل، هاي دراجز هسه راح ناخذها، وذني هسه راح ناخذهم كلهم النون فارماكولوجيك. الميديكال ايش عندي؟ عندي الترايميتازيدين. شنو هذا الترايميتازيدين؟ ميتابوليك ايجنت، يزود الميتابوليك افيشنسي اوف مايوسايت، يسوي inhibition للفري فاتي أسيد ميتابوليزم، يزود الجلوكوز ويزود الفلو. شلون يشتغل هذا؟ هذا باختصار احنا الهارت بالميتابوليزم مالته نورمالي الهارت شي يعتمد حتى يحصل ATP وطاقة حتى يسوي contraction، يعتمد على الفري فاتي أسيد. الفري فاتي أسيد اللي هي long chain فاتي أسيد، هاي يعني حتى حصل منها ATP العملية تطول ومتعبة. الهارت حتى يحصل ATP من الفري فاتي أسيد يحتاج له تعب، مو بسهولة يحصل، يعني يحتاج له أكسجين هواي. إحنا كل عملياتنا هي عمليات إنتاج الطاقة، الـ ATP production هي عمليات أكسد، إحنا نأكسد هذا الهارت نورمالي. شو يعتمد هذا؟ يعتمد على الفري فاتي أسيد أكسيديشن، وهاي العملية مثل ما قلنا هو يجيب free fatty acid، تدخل free fatty acid داخل الكارديك مصل وتتأكسد بالأكسجين، يأكسدها بالأكسجين، يدخلها بعملية إذا تذكرون بالبايوكيمستري خدناها البيتا أكسيديشن. البيتا أكسيديشن of free fatty acid هي أكسيديشن، يعني يحتاج أكسجين، ومن يأكسد هذا free fatty acid راح يدخل بعمليات أكسده، بالنهاية ينتج ATP. بس هاي العملية تحتاج هواي أكسجين، تحتاج هواي أكسجين، والجزيئة الأكسجين الوحدة اللي تأكسد لي فري فاتي أسيد حتى تنتج لي ATP تنتج لي 5.6 ATP. هاي نورمالي. إذن فري فاتي أسيد أكسيديشن هي عملية متعبة، تحتاج هواي أكسجين حتى تنتج ATP، حتى الهارت يصير بي كونتراكشن، والأكسجين الوحدة تنطيني 5.6 ATP. هاي نورمالي. وهو الهارت يعتمد أكثر شيء على الفري فاتي أسيد، ما يعتمد على الجلوكوز، قليل يعتمد على الجلوكوز. الجلوكوز لا أسهل،
بحيث انه الموليكيول الوحدة من الاكسجين اللي تأكسد لي الجلوكوز وتنتج لي طاقة تنتج لي 6.4 اي تي. منو افضل هسه؟ منو افيشنت؟ منو اسرع؟ الجلوكوز. هو الهارت يعتمد على الفري فاتي اسيد. ليش؟ لان هو التوتال اماونت اللي راح ينتجه هو اكثر من الاي تي بي، بس تطول العملية وتحتاج اكسجين اكثر. فري فاتي اسيد هو الهارت. ليش اصلا ليش ما احنا ليش ما الهارت مالتنا يعتمد على الجلوكوز اصلا ليش جاي يعتمد على الفري فاتي اسيد؟ هو الفري فاتي اسيد لونج تشين اوف فاتي اسيد بيها من هي صح تحتاج اكسجين اكثر، بس راح تنتج لي بالنهايه لان هي لونج تشينز راح تنتج كمحصله تنتج هي حقيقه اي تي بي اكثر في الهارت على مود هاي الشغله. بس احنا قلنا تحتاج اكسجين اكثر، وانت هنا انت اسكيمي الاكسجين قليل، فبما ان الاكسجين قليل من المور افيشنت اني استثمر هذا الاكسجين القليل حتى اسوي اوكسيديشن للجلوكوز. هاي العمليه اسرع وبوقت قليل راح تنطيني مور اي تي بي 6.4 اي تي بي. فهو هذا اللي دي يسوي الترامتازيدين، يسوي شيفتنج من الفري فاتو اسيد اوكسيديشن الى الجلوكوز. هاي العمليه مور افيشنت، تصرف لك اكسجين قليل. انت عندك اسكيمي تريد تستثمر لهذا الاكسجين القليل وتحول هذا التاكسيد للجلوكوز وتنتج مور اي تي بي ان شورت بيريد اوف تايم. اذا هو هذا فد ميتابوليك ايجنت يزود الافيشنسي مال المايوسايت. ليش؟ لان هو وقف الفري فاتي اسيد ميتابوليزم، وقف هذا وسوى له شيفتين للجلوكوز، زود الجلوكوز وبالتالي زود الاي تي بي برودكشن من اكسجين قليل، وبالتالي حتى حسن الفلو. هذا هو الترامتازيدين ان جنرال اكيوميليت فري فاتي اسيد which the cardiac oxidized for their energy. احنا قلنا الهارت يسوي اوكسيديشن للفري فاتي اسيد حتى ينتج انرجي. لونج فاتي اسيد اوكسيديشن ديماند مور اي تي بي تو بريك داون ذان جلوكوز. ذس ديماندز مور او2 اند مور بلاد سبلاي فروم ذا انجينال ادينج تو ذا لود اون ذا كومبرومايزد هارت. This is prevented by the trimetazidine which shift metabolism من long chain fatty acid to glucose. Long chain fatty acid فد long chain فد molecule كلش large، هي هاي متعبة تحتاج أكسجين هواي، وبالتالي شنو demand أكثر الهارت. وهو اسكيمي الأكسجين ما يكفي، فأنت من أكسجينك قليل وهي long chain fatty acid ما رح تستثمر، ما رح تنتج ATP، وبالتالي هذا further compromise. بينما الجلوكوز فد موليكيول صغيره، الاكسجين اللي تحتاجه حتى تتاكسد قليل وتنتج لك اي تي بي قلنا 6.4 من الجزيئه الوحده من الاكسجين اذا اكسدت لي جلوكوز تعطيني 6.4 بينما هنا 5.6. فانا جاي اسوي شيفتنج للجلوكوز حتى اسوي more efficient production of ATP from less oxygen molecules. هذا هو الترايميتازيدين. الرانيولازين، الرانيولازين شلون يشتغل؟ ببرازيدين ديريفيتيف شيفت ميتابوليزم اوف مايوسايت فروم فري فاتي اسيد تو جلوكوز يونيك انتي اسكيميك افكت نو افكت اون هارت ريت. الرانيولازين اكو قسم من الاكشن مات نفس الترايميتازيدين، هم ميتابوليك ايجنت هم يسوي شيفتنج من الفري فاتي اسيد للجلوكوز، هذا جزء منه، لكن بي بعد في الشيء فد يونيك افكت للرانيولازين. الرانيولازين هو الصوديوم، هذا صوديوم شانل بلوكر، صوديوم شانل بلوكر. احنا بالديبولاريزيشن مال الهارت يدخل الصوديوم هذا بالبدايه، هذا الانيشيال كارنت دخول الصوديوم، هذا الفيز 1. بعدين اكو شنو هنا، هذا البلاتو اللي هو خروج البوتاسيوم، وبعدين هذا دخول الكالسيوم، وبعدين هذا تكملة خروج البوتاسيوم. هسه هذا ما احنا مندوخ بي، لان هذا ديبولاريزيشن مع الهارت مصل حتى يصير. كل الفكرة انه هذا جماعة الاسكيميا، جماعة الاسكيميا شي يصير عندهم، يصير عندهم في الشي يسموه ليت فيز صوديوم انورد كارنت. هنا بهذا الفيز الليت يدخل صوديوم، يدخل عندهم صوديوم ليت. هذا الصوديوم من جاي يدخل ليت للكاردياك مصل للهارت مصل، جاي يدخل صوديوم
هذا الصوديوم من يدخل أنا عندي هنا فد إكسشينجر يبدل صوديوم بكالسيوم. عادة يطرح صوديوم أو العفو عادة شي يسوي يدخل صوديوم ويخرج الكالسيوم. هذا الإكسشينجر نورمالي. بس هنا هذا المشكلة إنه أنت من ذول جماعة الإسكيمية تجمع عندهم الصوديوم. هذا الإكسشينجر شي يسوي يدخل 3 صوديوم ويخرج 2. هذا شوي ميكانيزم مادته معقد. بس اكو في الاكسشينجر يدخل 3 صوديوم ويخرج الكالسيوم. هو من المسؤول عن الكونتراكشن الكالسيوم. فهذا الاكسشينجر هو بروتكتيف هو بالحقيقه لان دي يطلع الكالسيوم. دي يطلع الكالسيوم وبالتالي يقلل الكونتراكشن وبالتالي شي يسوي يقلل اللود على الهارت. بس دول الجماعه الاسكيميا مو عندهم ليت صوديوم. الصوديوم جاي يتجمع كلش هوايه داخل الهارت. من يتجمع صوديوم داخل الهارت هذا الاكسشينجر هو يعتمد على فرق التركيز. فاذا اكو هنا جو هذا الانسايد مال الهارت انسايد وهذا الاوتسايد. من عندك هنا هواي صوديوم هذا كفرق التركيز بعد الصوديوم ما يدخل هذا يبطل عمل الاكسشينجر لان انت هنا عندك هواي صوديوم فبعد هذا الصوديوم ما يقدر يدخل. من هذا الصوديوم بعد ما يدخل بهذا الإكسشينجر شنو الكالسيوم بعد ما ينطرح يبطل عمل الإكسشينجر. هذا الكالسيوم بعد ما ينطرح لأنه بطل الإكسشينجر فالكالسيوم يتجمع وبالتالي إذا الكالسيوم يتجمع شي يسوي كونتراكشن يعني شنو يزود اللود. فهي هاي صح ميكانيزم شوية معقدة بس كل فكرته إنه هذا من سوى بلوكينج للليت صوديوم كارنت هو بحد ذاته كأنه شنو هو اصلا شدي يصير عندهم جماعة الاسكيمي اكو صوديوم دي يدخل هذا الصوديوم من جاي يدخل دي يجمع ويا كالسيوم من دي يجمع الكالسيوم دي يسوي مور كونتراكشن وبالتالي دي يأثر على يزود الاسكيمي يزود اللود. البلوكر يوقف هذا وبالتالي ما راح يصير هاي السيكولي. فكل فكرة الرانو لازين انه هو من سوى بلوكينج للصوديوم هو بالحقيقة قلل الكالسيوم كأن وبالتالي قلل اللود على الهارت. فصح تشوفوها معقدة بس هو هاي الميكانيزم اوف اكشن مات يونيك انتي اسكيميك افكت وذ نو افكت اون هارت ريت اور بلاد بريشر. ما يأثر على الهارت ريت هو بس يأثر على هذا الليت فيز صوديوم كارنت سواله بلوك من الصوديوم بعد ما يدخل الكالسيوم بعد ما يتجمع وبالتالي من ما يتجمع قلل اللود على الهارت. خلينا نقول رينكسا اسمه 500 ملغرام زين وانكريز الى 1000 ملغرام يعني هاي الدوزز مالته should be given with بيتا بلوكر امليودبين او نايتريت. ما نعطي وحده الرانولازين نعطي ويا بيتا بلوكر كالسيوم وهذا شنو ما له افكت على الهارت ريت اور بلاد بريشر. هاي مهمه زين ما يأثر على الهارت ريت ولا على البلاد بريشر. يعني إذا شخص عنده كونترا إنديكيشن للبيتا بلوكر كالسيوم شانل بلوكر فنقدر ننطي هذا الرانولازين لأنه ما يأثر على الهارت ريت ما يقل الهارت ريت لأن هو قلنا هذا الإفكت ما يصير بس بالإسكيميك سيجمنتس مال الهارت. هذا الصوديوم الليت فيز اللي جاي يدخل وبالتالي يبطل عمل الإكسشينجر فيتجمع كالسيوم هاي بس بالإسكيمي بالمناطق اللي بيها اسكيميا فما راح يأثر على الساينس نود ولا على الهارت ريت لا it improves survival rate increase exercise ability والانجانال free period improve HbA1c that improve physical طبعا لان هو دي يسوي shifting للجلوكوز ميتابوليزم هو دي يزود الجلوكوز ميتابوليزم والابتيك بالهارت وبالتالي اذا الجلوكوز ابتيك بالهارت ازداد فالجلوكوز بالدم يقل يعني حتى يحسن ال HbA1c يعني كأنه بي حتى انتي دايبتيك افكت. هذا الشيفتنج بالميتابوليزم منزود الجلوكوز اوكسيديشن الليفل مالته بالبلد قل وامبرو فيزيكال انكريز انسولين حتى سنسيتيفيتي كأنه دي حسن عمل الانسولين لانه هو دي يزود الابتيك مال الجلوكوز. وقلنا بارشلي هو انهبيتر للفاتي اسيد اوكسيديشن ويسوي له شيفتنج للمن للجلوكوز. وقلنا الميكانيزم اوف اكشن هذا اليونيك انتي اسكيميك افكت مالته
صوديوم شانل بلوكينج، من تسوى بلوك حتى ما تدخون تسوى بلوك للصوديوم